اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في اشارة جديدة. ماشي، كنت بصور فيها يا اخوان، ورا الواحد علي على التليفون شطب للتصوير كله بعد انا عارف. طيب يا اخوان، مش مشترك في القناة اشترك في القناة بفعل الجرس، واعطونا من التعليقات كل حلوة للاسفل هون، واحنا بننزلها طبعا الفيديوهات كلها بننزلها بشكل البث الفوري، احنا بنسميه بث فوري. تمام، فالتعليقات اللي عندكم برضو احنا بنشترك معاكم في التعليقات وبنتحاور يعني وبندردش في التعليقات، واهلا وسهلا فيكم، اعطونا تعليقات حلوة. تمام، الان بدي اشتغل على هاي الاشارة يا اخوان. تمام، طبعا والله يا اخوان زيكم يعني انا شفت الاشارة هاي قبل هالمرة، يعني مريت عنها 3-4 مرات لكن ما حليتها. تمام، فقلت بيجيها يوم بصورها. الان بدنا نحكي عن الاشارة هاي، طبعا السيفتي هذا اللي جينا حكينا. والله يا اخوان انا ما ببيع كفوف، والله ما ببيع كفوف. للي بعت لي مسج بقول لي انت بياع كفوف، تمام، قلت له والله العظيم ما ببيع كفوف يا اخوان. هاي بتشتروها من اي محل مواد بناء، هاي او غيرها اي شيء يا اخوان، بس المهم السيفتي. يعني وانت بدك تشيل حجر زي هيك، بدك تشيل حجر زي هيك طلع تحتي عقرب مثلا، بقرصك العقرب. طب شو استفدت انت من هالسلافه؟ شو استفدت من هالفكره تروح على المستشفيات تقضيها في المستشفيات؟ فاحنا بنحكي يا اخوان هذيك اليوم صاحبنا طالع ببوت رياضه، طالع في هذا طبعا سيفتي اللي احنا بنلبسه، هو طالع في بوت رياضه يا اخوان، المزعه تجره هيو عندكم صاحبنا اللي كلكم بتتفرجوا عليه. تمام، هي روح البس لك يا زلمه بوت زي العالم والناس، اطلع يا رجل. جاي تطلع لي يا زلمه ببوت تبع مشي؟ مزبوطش حبيبي، طالع انت زي هيك مزبوطش حبيبي. البس لك بوت، البس، جيب كفوف، جيب شغله. تمام، دير بالك على حالك، احنا بنحبك، بدنا اياك تضلك موجود. صاحبنا يا اخوان تعرفوه؟ تمام، ثلاث ارباعكم بتتابعوه واحنا بنعرف. طيب بدنا نحكي عن هاي الاشاره يا اخوان، هاي الاشاره، هاي كلاوي او الكبد تبع البني ادم او الكلاوي. تمام، الطحل، اللي بيعرف الطحل ماشي عرفتوها، هاي اللي بتيجي جوا الخروف يا اخوان، الكلاوي عرفتوها. على كل الاحوال انسوا موضوعها. تمام، طبعا انا اللي شايفه زي انه اشاره ملاك يا اخوان، شايفينها، هاي اجر هاي جناح، وهون عندي انا كمان جناح، يعني جناحين هون وجرتين، ما بعرف هي مبينه زي، انا بالنسبه لي مبينه زي الطحل، مش طحال هذا، طحال الكبده تبعت الخروف هيك بتيجي والرئتين مش عارف. على كل الاحوال خلونا بالله عليكم ما تمزحوا، خلاص خلونا نحكي عن الاشاره. طيب الان بغض النظر شو هي الاشاره، ما بدي اعرف شو هي الاشاره، ما بهمني اعرف شو هي الاشاره، تمام، بهمني اعرف تفصيلات الاشاره وشو اللي موجود عليها وين توجيهاتها وشو شغلها وشو بتدل. ماشي، لكن اشاره كاشاره ما بتهمني. شوف قديش الاشاره يا اخوان، بتحكوا قاعدين على 2.5 متر هيك بمتر ونص هيك، يعني 2.5 هيك بمتر ونص هيك، صخره كبيره. تمام، الان شو بدي اخذ عن هاي الصخره؟ الشغلات اللي بدي اشتغلها، بدايه الشغل تبعي عن هاي الصخره شو هو؟ واحد، خلينا نحكي واحد. تمام، انه الصخره يا اخوان، هاي اول فكره بدي اخذها من الصخره، انها بدها تحكي لي الصخره شو قصتها. ماشي، القصه الاولى انه هاي الصخره بكبرها متحركه يا اخوان، هاي اول نقطه. تمام، الصخره بكبرها متحركه، يعني فاصل ما بين كل المنطقه، طبعا بده يجي يطلع واحد مثلا من المنطقة هاي راح يعرف انها متحركة، يعني بتبين معها متحركة لأنه هاي كلها الصخرة طالعة من فوق الأرض، فكل الصخرة هاي متحركة. طيب شو بدي آخذ رمزيات موجودة على الشغل تبعي؟ ما باخذ الرمزية اللي موجودة على الصخرة، إذا بدي أعرف أنا شو في تحت. ما باخذ الصخرة المتحركة، ما باخذ عنها الرمزية. باخذ الرمزية من وين؟ من الصخور الثابتة اللي جنبها. تمام؟ طبعا عندي هون هي زي ما احنا شايفينها تقريب المستطيل، يعني تقريبا المستطيل، لكن هنا شوية فاتح، يعني فاتح معاي، إذا حطيت فيها مي بتبرك هون، يعني منطقة الغاطسة هاي هي. تمام، تقريب المستطيل، مش مستطيل كامل، تقريبا المستطيل، إذا بعطيني معناه إنه في عندي فراغ. أخذت ثاني شغلة،
الشغله الاولى اللي اخذتها الصخره عندي متحركه، بنشيلها بنرميها تمام. الان بتعرف شو في تحت الارض، عندي فراغ، ومهم جدا اعرف انه عندي تحت فراغ، مهم جدا، لانه هاي الاشاره يا اخوان، الاشاره اللي زي هيك الفراغ مثلا او اشاره المغاره او الى اخره تمام، بتخليني ما ابعدش، بتخليني ما اروحش توجيه. شوف شوفوا، ما هو وضع الاشاره اللي حطها هون، اللي حط الاشاره ماشي ذكي فهمان، عارف شو بيسوي، حط لك سيال بهالطول عشان انت تروح هيك ما ضلك في نفس المكان، حط لك سيال تمويه ماشي، عشان الواحد يجي يحفرها ما يحفرها، يروح بالاتجاه هذا هيك تمام. ثانيا حط لك اشاره لجف على صخره متحركه عشان يقول لك اوعى، هاي اشاره لجف هون صخره متحركه معناته ما في شيء. هاي الشغله الثانيه، ركزوا يا اخوان مزبوط، بالله عليكم ركزوا مزبوط. اعطاك اشاره لجف ثالثه، اعذرونا على صوت الهواء، اشاره لجف ثالثه قال لك بس انا هون مسكرها ما عندي، بس تخش فيها تلاقيها صخر ورايح لهناك تمام. اعطاك اشاره لجف رابعه ماشي، بس قال لك شايف حطيت لك الجرون وقلت لك روح من هنا ما تقرب من هون، روح من هنا على مكان ثاني تمام. وضحت؟ احنا مش راح نحتاج لهاي، خليها شوي هي هون ماشي. وضحت الامور يا اخوان، لكن لقطناها الاشاره هاي بتكفيني عن الاشاره هذيك كلياتها. اذا صرت اعرف انه في تحتيها، في تحتيها هون فراغ ماشي، والفراغ مهم لوجود كل هالحكي هذا اللي حاطينه على الصخره المتحركه هاي تمام، لوجود كل الحكي هذا اللي حاطينه هون على هالصخره، اذا موضوعها مهم تمام، اذا موضوعها مهم، مهم جدا. اخذت بس هاي شايفينها، تركت كل الاشارات الموجوده هون ما بتهمني، سبب انه يا اخوان والله ما عارف مين اللي بيرن، مين اللي بيسوي، مين اللي بيعمل، ثلاث ارباع العالم بترن علي. طيب خلينا نشوف شو في كمان شغلات ممكن انها توضح لنا شو الوضع تبع هاي، توضح لنا شو هي. طبعا الحجر متحرك، هاي صخره متحركه يا اخوان، لسه برجع بقول لكم صخره متحركه. طيب بجانب الصخره، بجانب الصخره في عندي هاي، عندي شوف عندي واحد اثنين ثلاث، ثلاث صخور لحال، وعندي واحد اثنين ثلاث أربعة، أو هلا هاي ثلاث، هاي هون مشابكة مع بعضها، ثلاث صخور لحال تمام، يعني عندي ثلاث صخور بثلاث صخور. والله يا اخوان انا بس هيك جبتكم، والله هذول ما هم مهمات ولا واحدة فيهم مهمة. نرجع لهون، نرجع لهاي، وبناخذ باتجاه طلع يا اخوان. والله يا اخوان انا بالعمدة بالفيديو هذا بدي اتوهكم بالعمدة تمام. شوفوا احنا اخذنا الاشاره وقلت لكم هاي حجر متحرك، اخذنا الاشاره هاي قلنا لها الاشاره هاي مهمه، واخذنا الاشارات كلها هاي الموجوده قلنا عنها تمويهيه تمام. وجيت اتوهكم بزياده، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، والله ما هم مهمه بالمره، ولا صخره فيهم مهمه، لساتني على شغل هاي تمام. اهم شيء في كل موضوعنا هسه، اهم شيء واللي احنا بدنا نوصل له من البدايه، اللي هو القص هذا يا اخوان. شايفين القص؟ وراح تبعتوا لي في التعليقات وراح تقولوا لي احنا عندنا قص وعندنا قص وعندنا قص، وثلاث ارباعكم عندكم قص زي هذا. ثلاث ارباعكم يا اخوان عندكم قص زي هذا. شفتوا الاشاره ما احلاها؟ اشاره قويه، اشاره الطحال تمام؟ حلوه الاشاره، ما انا ما بعرف شو معناها يعني، لكن ما بتهمني. ما بهمني شو معناها. لكن هذا أهم إشي عندي، شفتوه؟ هذا أهم من الإشارة نفسها. طبعا هاي هون خليني أصوره من الجنب، هاي شايفين البصمة تبعته وين جاي؟ هاي هي هون جاي البصمة. هذا أهم إشي عندي موجود في كل القصة والفيلم الهندي هذا كله تمام؟ القص هذا طبعا إشارة الفراغ الموجودة، وهي القص على نفس الصخرة على نفس الصفاء تمام.
هذا القص الإشي الوحيد اللي بيهمني. إذن دخولي من هذا المكان، فراغي الفراغ تبعي هون يا أخوان. شوفوا خلينا أفهمكم شغلة، خلينا أفهمكم شو كيف أفهمكم السلاف. إذا أنا شفت المغارة عندي هون، القص الصخري هذا هو، تمام. الفراغ مش هون، هذا كله تمويه. الفراغ مش هون، الفراغ هون يا أخوان، هيك هيك الفراغ. فهمتوا القصة؟ فهمتوا اللي حط الإشارة هاي على 2 متر ونص في متر ونص شو عمل؟ كل هاي القصة وكل إشارة لجف من هون وكذا، وهذا راح تفكوه أصلا، راح تفكوه راح تلاقوه تحتيه صخر أصلا، تمام؟ وجوز تلاقوه تحتيه جرن، وجرن بوجهك لمكان ثاني، ماشي؟ كل هالشغلات اللي حطها هاي مش مهمة، الصخور هاي اللي جنبها مش مهمة، أهم إشي يا إخوان جرن مش مبين، حكي فاضي، هذا هو، هذا أهم من كل الإشارة، تمام؟ والقص الصخري اللي موجود، شايفين الإشارة وين؟ ماشي؟ هاي القص الصخري اللي موجود، والفراغ، الفراغ أعطاني توجيه من هون، أعطاني توجيه بالاتجاه هذا، تمام؟ أعطاني توجيه هيك، هيو، أعطاني التوجيه هيك. إذا دخلتي من هون وفراغي هيك جاي، هيك بالطريقة هاي، مش جاي هون هيك، لا جاي هيك. طيب نفحص الفراغ، نفحص الفراغ بس عشان إيش نوضح لكم. بالنسبة للفراغ قلنا طبعا هي اللي موجودة في الشنطة يا أخوان، كفوف هاي، شاكوش، سياخ، كمامة عشان بس أروح للسوبر ماركت، تحت عدة التصوير، تمام، كشفات إلى آخره إلى آخره، تمام. الآن أخذت بس سيخ الفراغ، ما بدي أخذ سيخ المعدن لأنه ما بهمنيش أصلاً أعرف إنه في معدن ولا لا، لأنه مش راح أشتغلها صراحة، تمام. يعني أنا بالنسبة لي مش راح أشتغلها، أنا بس بدور إشارة، فبدي أخذ بس سيخ الفراغ، تمام. هاي الإشارة يا إخوان، طبعاً اللي بيعرف، اللي بيعرف الموقع وحضر الفيديوهات السابقة، عشان أحكي لصاحبنا هنا، ماشي، اللي طلعت معاه الفستقية هون، هي طلعت معاه الفستقية هون، تعرفوا الموقع هذا صح؟ تمام؟ اللي طلعت معاه الفستقية هون، هي الدار اللي هو كان يبني فيها، ماشي؟ قلت له احفر في المكان هذا، أنا فحصت له هون، قلت له احفر في المكان هون هاي في عند هاي، تمام؟ وما حفرش. نعطيك كمان موقع صديقي، نعطيك كمان موقع حبيبي، ماشي؟ طبعا مناطق هناك مبحشة، نعطيك كمان موقع حبيبي، هيو عند هاي الطحال، تمام. المهم خلينا ناخذ القصه هسه واروح باتجاهها هيك، تمام. هاي بسم الله الرحمن الرحيم باتجاه اشاره المغاره او اشاره الفراغ، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا سعاده جديده وقلب اطمئن. افشيت، شايفين الفراغ وين اخوان؟ ترى وين سكرت؟ شوف قديش بعيده، ورجوك قديش. هاي 1 2 3 4 5 6 7 تقريبا، سبعة تقريبا، تمام. طيب بدي احطها على يميني واروح بالاتجاه هذا زي ما كل مرة احنا مشتغلها. هاي الاشارة هون على يميني، القص الصخري، ما بديش الاشارة هاي، باخذ القص الصخري على يميني وبروح بالاتجاه هذا، تمام. الان سكرت معي، يا دوب مشيت عن الاشارة عن القص، سكرت معي. طيب بدي اخذ القص هذا على شمالي، تمام، واروح بالاتجاه هذا ان شاء الله انه ما يضمنش شيء، تمام. اروح بالاتجاه هذا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، 3 4 5 6 7 متر. اذا الاشاره صحيحه واتجاه هيك جاي، يعني الاتجاه هيك مش جاي هيك ولا جاي انه مغاره، لا التوجيه، التوجيه يا اخوان تبع هاي، توجيه الاشاره هاي صحيح مليون بالمية، بناء على الفحص اللي موجود، ماشي، بناء على الفراغ هذا اللي موجود صحيح مليون بالمية. طيب شو رأيكم أعطيها معدن شوي بس بطريقتي أنا، يعني مش راح أحكي عن هاي الطريقة، بعدين راح نحكي عنها هيك في يوم من الأيام، بنصورها الطريقة هاي بنقول لكم شو هي بالضبط إخوان، تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيخ المعدن، المعدن هذا اللي هو 40 كامل، منطعج منه 10 سنتي بيصير 30 بـ10. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هاي الإشارة هون، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ سعادة جديدة.
بس يا اخوان، بس كده يا مؤمن. تمام، خليك وصلنا له النقطة اللي بدنا اياها، بعيدة عن طبعا هاي نقطة الصفر. بالنسبة لي انا فحص سريع يا اخوان، انا من زمان بفحص. تمام، هاي 1 2 3 4 متر بعيد عن البوابة، لكن العمق بكل الاحوال بده ينزل 3 3.5، بده يحفرها عشان يلجف تحتيها. شفتوا اللجف اللي ورجيناكم اياه في الفيديو السابق، كيف تلجف تحتيها وبين معك رصف حجار بعدين تلجف تحتيها. نفس العملية، بده يلجف من هنا من المنطقة هاي 3.5 لتحت، بعدين نروح باتجاهها 4 متر. خلينا نحط له اي علام هون. تمام، استنوا خلينا نشوف لنا علام نحط له اياها عشان الله ان شاء الله الله يرزقه. تمام، هاي الصخرة هاي، ايوه طوبة بدنا نحط له يا اخوان. هاي يا صديقي، يا عندك هاي يا صديقي، هاي تعال هون، وهي إشارة هون، طحل هيا هون، احفر من هون 3.5 لتحت، بعدين الجف باتجاه المعدن. خلينا اخذ اخر مرة المعدن نشوف شو الوضع تبعه. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع من وين ببلش يأخذ المعدن، طلع. تمام، خلص انتهى. طبعا مشت هون، هيا هون هيك هيك صح. تمام اخوان، بس بديش اسوي غير هيك، بس كده يا مؤمن. اي هذا طلعنا له موقعين لحد هسه بس مش راضي يجي، ما اعرف مش متابع شكله. تمام، شكرا جميعا للتعليقات الحلوه اللي بتعطونا اياها. شكرا لك ابو علاء، شكرا لك فسفوس، تمام، مراد العقرباوي والشباب الطيبه كلها. تمام، غبار الذهب، شكرا للجميع على المتابعه، شكرا لكم كلكم على المتابعه، واهلا وسهلا فيكم. واللي حطينا ديسلايك بنقول له انت مش تبعنا. تمام، حطينا لايك اهلا وسهلا فيه، وشكرا لكل المتابعه يا اخوان.